دم الشهداء ما يمشيش هباء. النساء في ليبيا انخرطن في ثورة الشعب. دم الشهداء ما يمشيش هباء. وثوار مصممون على مواصلة المقاومة. هنا في بنغازي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة عبد الإله الخطيب، أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي المعارض مصطفى عبد الجليل استعداد الثوار لاحترام وقف إطلاق النار، شرط انسحاب قوات القذافي من مدن الغرب الليبي واحترام النظام لحرية الليبيين في التعبير. ويعرب الثوار عن خشيتهم من تقسيم ليبيا في وقت لم يحسم موضوع تسليحهم الذي جوبها بمعارضة تركية. وتقول أنقرة إنها تخشى من انتقال السلاح إلى متطرفين. جاء موضوع خطبة الجمعة لينفي مزاعم العقيد الليبي معمر القذافي التي تدعي أن الثوار ينتمون إلى تنظيم القاعدة. الثوار أبدوا امتنانهم لدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكنهم أبدوا استياءهم من الموقف التركي. والمعروف أن لتركيا مصالح في ليبيا يتمثل معظمها في مشاريع بناء تقدر قيمتها بمليارات اليورو، وكانت الجالية التركية في ليبيا تقارب 30,000 نسمة.